مقطع حلب يعني أسوأ من السيء، شيء ما صار بالتاريخ طاول، لا طعام لا شراب، وأكثر شيء القصف مستمر، قصف ليل نهار، طائرات مدافع راجمات، يعني نحن انبعنا من كل العالم، ما في شيء اسمه إنسانية ولا في شيء اسمه ضمير أممي خالصين، ما في حدا سيل على المدنيين. يعني أصعب شيء لما بتعرف إنه في مصاب وما في مين يعالجه، إنه لما في إصابة دفاع المدني ما عنده هالإمكانيات يصل لحتى يطالع العالقين تحت الأنقاض. إيش تم أصعب من هيك؟ حلب الآن تعيش تحت ظل كارثة إنسانية حصلت منذ بدأ الهجوم لقوات النظام الروس على مدينة حلب. قام النظام والروس باستهداف كافة مشافي حلب وكافة مراكز الدفاع المدني، والعائلات كلها نزحت باتجاه المناطق الغربية للمدينة، ومناطق غربية المدينة الآن تقع تحت قصف عنيف. كنا شوي عن الوضع الإنساني كمان في مدينة المحاصرة. بالنسبة للوضع الإنساني، يعني إذا نبدأ من ناحية يعني مقومات الحياة، ما في شيء، مقومات حياة، ما في أكل، ما في شرب، والعالم اللي نزحت من المناطق الشرقية سيطر عليها الجيش العنن الغربية، حاليا عم يعيشوا تحت ظل يعني هجمة يعني شرسة من قبل الطيران، من قبل القصف اللي عم بصير. طبعا ما زالت المعاناة بحلب عم تزداد يوم بعد يوم بظل القصف العنيف على أحياء حلب المحاصرة. طبعا نقص بالمواد الغذائية والأساسية والاحتياجات الخاصة بالمواطنين المحاصرين داخل حلب بظل تقدم النظام وقواته وميليشياته الداعمة له على عدة محاور في مدينة حلب. طبعا المواد الغذائية والأساسية والضرورية هي مقطوعة تماما عن الأسواق في مدينة حلب المحاصرة، يوجد صعوبة جدا كبيرة في تأمين أساسيات المواد، طبعا حتى الأطفال والمواد التي تخص بالأطفال الرضع والمواد أيضا التي يحتاجها المرضى في حالاتهم العادية هي مقطوعة تماما من أسواق المدينة بعد القصف العنيف أيضا الذي ركز على المناطق المحررة والمحاصرة. والله يا أخو الوضع بحلب سيء جدا جدا جدا، يعني بعد ما إنسان متصور للأسف نحن الآن خسرنا حوالي 60% من أحياء حلب المحررة، وهلأ تقريبا الناس محصورة بخمس أحياء، وحاليا القصف صار شديد جدا، عدد النازحين كتير كبير، الناس عم تطلع من بيوتها بدون أي شيء، برد شديد 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 جدا، فالوضع والله مأساوي، يعني الناس هون في الشوارع بهالبرد الشديد بدون توفر أي وسيلة تدفئة، الطعام قليل جدا، فوالله الأوضاع مأساوية جدا صراحة.